وراي كل شيء غالي وراي كل شيء غالي وما نخلطوش راه حتى بألف دينار في الشهر ما تخلصش باش تعيش وليداتك وتقري ولادك وتخلص الماء والضوء ودبوس الغاز ما شيء ظاهر هذا والأحوال ماهيش مريقلة ماهيش مريقلة الأحوال في تونس بصراحة بصراحة مش مريقلة أنا تو العبد قدامك عمري 75 معناه حضرت على الاستعمار حضرت على بورقيبة الوضع نتاع قبل خير من تو بصراحة فهمتني قبل اللي احنا عندنا الشايب عليه رحمة الله يخدم 200 فرنك في النار وكيلو ونص سميد وعايشين 6 من الناس ونقروا 4 يقروا والعجوز والشايب صافي 6 وقريت ووصلني ولباس وكنا احنا تو احنا تلامذة هذوكم الصلاة انتها 3 شهور كانت روام واقبل كانت جوان وجوية وقوت ندخل في اكتوبر جوية وقوت سبتمبر ندخلوا في اكتوبر برمي اكتوبر ندخل لونتري سكولير هكا 3 شهور هذوك وقت اللي نخدموا الواحد يخدم 200 انا العبد قدامك قلعت الحمص وحمرت جلبانة وقصيت العنب هذا الكل علاش باش نشتري لي فورنيتور سكولير نتاعي باش نوصل روحي لكن 200 فرنك قبل كانوا يعملوا حاجة 5000 قبل كانت تعمل قفة خضرة بالحمها زادة أنا وصلت على الحم قدامك ب 400 فرنك العلوش علوش هنا في منز بورقيب وأنا أصيل منز بورقيب ووالد في منز بورقيب تو ما عادت معيشة تو لا ما عادش عيشة تو ما تخلطش على المعيشة واللبسة وكل الودواء فهمتني ولي فورنيتور سكولير نتاع وليداتك ما عادش تخلط راك ما عادش تخلط باش تقريهم.